الوصول إلى تخوم مدينة القائم لنتحدث بصراحة، هذا ما لم نتحدث به الأيام السابقة. كان هنالك أيضا تدخلا أمريكيا عبر الحكومة العراقية. الحكومة العراقية أرادت أن تكون المشاركة أو حد فصائل المقاومة يصل إلى أطراف المدينة، ومن يباشر بدخول المدينة هي الأجهزة الأمنية. نتحدث عن جيش العراق الفوق التاسعة، وأيضا نتحدث عن جهاز مكافحة الإرهاب، وهنالك تخصيص للألوية من الحشد الشعبي، فقط هي من تدخل المدينة وتذهب باتجاه عزل القائم عن البوكمال، وهذا كان واضح هنالك نوايا أمريكية بمنع الفصائل. لكن على الأرض وان تاخرت العمليات لثلاثه ايام، كنا مصرين على ان ندخل العمليه، لان العمليه نحن من ابتداناها ونحن من نختتم هذه العمليات، ليس فقط على مستوى القائم بل على مستوى العراق وعلى مستوى ثلاث محافظات منذ انطلاق العمليات من جوف الصخر وحتى وصولنا الى منطقه القائم. هذه العمليات كانت باسناد او في طليعتها فصائل المقاومه، لذا لا يمكن للامريكان منعنا من حسم هذه المعركه، ونعلم ان الامريكان يريدون ان يعرقل هذه العملية ومنع هذه الفصائل لمنع التحاقهم أو التحامهم مع القوات القادمة باتجاه البوكمال أو تقديم أي إسناد باتجاه البوكمال. ما تحقق على الأرض أن فصائل المقاومة اشتركت في هذه العمليات وبشكل فاعل وكقوة أساسية، وهي نعم. من تبنت ثلاث محاور أساسية في هذه العملية لتصل إلى حصيبة وتحقق التماس على أطراف البوكمال، ولتكون هذه العملية عراقية بقيادة محور المقاومة وفصائل المقاومة داخل العراق.